السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على الحبيب مصطفى. كي دايرين؟ اخباركم؟ هانيين مزيانين؟ اللهم إننا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اليوم الخرجة إلى الطبيعة. مشي عند صاحبتي قلت كاين واحد المنظر اللي ورثه لواحد السيدة، قالت لي أجي نعمل نوريه لك باش تصوريه باش يشوفوا المشاهدين والمتتبعين ديالنا. قلت لها بسم الله، هي اللي ما تعاودش. صافي دابا انا شاده الطريق اللي عندها هي الاولى، من بعد عاد نشدو يمكن. قالت لي هذيك الجبل هي اللي انفص معانا، هاد الجبال هادو اللي قالت لي تبكت. تبارك الله تصبط شي شويه الشو ما شاء الله، كلشي الخضوريه طلعات. بارك الله تبارك الله تبارك الله العظيم. هاد اللون الاخضر كيرد للروح الانسان، وكيعطي واحد الطاقه ايجابيه واحد الراحه. سبحان الله، شوفوا هانتوما كلشي غزال. صافي دابا تنقرب عند اختي فاطمه، نصوركم تما ونطلعوا عاوتاني للجبال. شوفوا ما شاء الله الناس في دارين الديور هنا، شوفوا فوق الجبل فوق هانتوما، شوفوا ما شاء الله الله يحفظهم. بالامانه كاين ماء المياه تبارك الله. خدمنا هاد الجهه هذيك كاين فيها الكهوف بزاف وخدموها مخيرين. شوفوا شوفوا على الطبيعه وعلى الراحه. الله 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 بونا دي اتودوس اوي بامو اير على مونتانيا طرابير اون سيتيو كي مي دي خيرون اون سيتيو موي بوينو اي بيردي بامو ابير. ها الجزيرة الاخرى ديال تنريفي قبلتنا هنايا. غنشد الطريق دابا على اليمن تمشي عند صاحبتي، من بعد غنوجد الطريق ديال الانفاس معانا. صافي تلاقيت مع صاحبتي دابا، قالت لي غنشد هاد الطلعه هادي. هاد الطلعه هي قدامي هي سجل عفوا طلعت تنصل لك الجبوله اللي وريتكم قبيلات. ومن غادي نوصل لشي منظر زوين نوريكم معايا باش نشارككم الرحله ديالتي والخرجه ديالتي. كما دائما الجزيره هذه فيها ريع ديال الويفيرا. شوف هذا المسكين كيخممها ديك الروعف. سانتياغو غارسيا ان شاء الله ديال كاي ميموريا في ستاد دي سان روكي. انتما نشوف روحي هضر في حاجه طبيعيين عطي المنظر. مصلحتها هنجبد هذا ونشوف على المورالي. ها انتما شوفوا المنطقة ديالها، شوفوا المنطقة ديال من هنايا غزال. الله على خضر ليك كترجع الروح اختي ياكي، كترجع الروح لبلاصتها والله العظيم. ديك البلاصة راه هي ديك ديك الدرة اللي ما فيهاش النبيت ما فيها والو. اه نشدها بس على القربو تما طاح واحد السيد مسكين هزو غير بكوتير. الله اكبر. داك داك الحاشيه داك الشيء داك الشيء. الله اكبر مسكين. قال لك خدام تما بغى يهز يحيد واحد العود وطاح مسكين. الله اكبر. هاد الشطب اللي كيبان لكم هنايا هذا كله الزريعه ديال حبه حلاوه ديال الانيس. هادو كامل تبارك الله. دابا شتي دابا عقلي عقلي اختي ملي غادي يكون الحبه خضر نجيو نحيدوه. اي بصح نيت انا غزال فن ملي يكون الحبه ناقص نجيو نحيدوه ان شاء الله. هاو دابا البلاصه عرفناها الهجوم. شتي ايه هاو قريب هنايا غنقربها لكم تشوفوها. ها انتم شفتوها؟ هاي شوفوا شوفوا تبارك الله. عاد شي شويه مخلطه باليابس مع الخضر. دابا نعقلوا عليها باش نديروا لها الهجوم. حواس هذا السبيطار ديال هذه المنطقه هذه هنايا، هذا اللي قدامنا ابيض. فاش كنت طلعت انا من شحال هذه هنايا كنت كندير لها مارش اختي، كانوا كيبقى يلا كانوا كيبقى الطبقه الاولى فيه. سبحان الله العظيم. اه يعني جديد دابا هذا، انا صحابي مش غير شي اقامه باش تبقى يكري وصف. اه طبيعي بس طبيعي. دابا واقيلا نوصل هاد المنظر هذا اللي هنا وصل لهاد المنظر هذا هذا اللي وصل ليه واقيلا كنظن هو انا ممكن. طلع شوفي شوفي المهرز واخا الصور هذه الصور هذه هي هذاك الصورة ديال هنا هذيك المنطقة. شوفي نعيمة شوفي المهرز. اه شفتها
طبيعي ولا الرحه بس انا شوف الا كنت في العصر قدام تكون الرحه ولا هذيك انا ذكرت شفتو شحال ما بقيتش عقلها هذاك الرحه يمكن هذاك الوسط ديالو ديال الرحه يمكن كيحطوا عليه الاخر الفوق كله لا انا درت واحد الهرز وصافي هذا الهرز وصافي حيت الرحه باين الرحه كيدير جوج طبقات اه صافي الله اكبر الحمد لله شوف هانت ها البحر ها الجزيره ديال فورت بن دورا هاد 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 هنا فاش سكنت عاوتاني لهاد الجي مورا ها الجزيرة ديال تينيريفي شوف دابا لا بلاتي يعني. ها تينيريفي ها ها الراس ديالها شتو الجبل كيبان بحال مع مثلث تينيريفي تبارك الله هاد النقطة هادي كيبان فيها الجزر كاملين ماشي كاملين هادي اللي حنا فيها كان كاناريا فورت بنتورا و تينيريفي ثلاثة د الجزر دابا هاداك الجبل ها في السحاب هاداك هو تينيريفي هاداك هو التايدي بحال هذا ها بحال هاد الطريا واخو بحال هاد الجبل ديال الطريا قدامنا ها هو دا خو هنايا تحت السحاب ها هو دا ها بالضبط هنايا سبحانك يا الله العظيم ها هو المشفى فعلا رمزنا الجديد ها انتم شفتوه شوف هاد الدجاجة هادي شوف سبحان الله هادي كتصنع تعظيمة تاع مسكينة هذا تبارك الله كاين هنا بزاف ديال الدجاج ها شوف شوف كنعرفوهم نعرف ديالنا فين كاينين كون جاو طيروا لهم الريوف دابا دخلنا في البيستا دابا غادي نجبدو حتى نوصل لمنطقة مالي قريب عاود نصوركم شنو كاين تما شوفوا والله العظيم المتتبعين الى واحد الريحه ديال الربيع وديال التراب ما نقولكمش غزاله تطرح والله العظيم شوفوا فدنا واحد هنايا من بعد كيبان لنا الكهوف كيس كيبنيو فيهم كيقدم كيبنيو فيهم شوفوا ها نقرب لكم باش تشوفوا شوفوا ها الكهف هما طلع فيه واحد الصوره ها كنت سبق لي دخلت عند واحد الصوريونيا بني في الكهف غزير 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 شي خطره ان شاء الله نمشي عندها ونشارك معكم الدار ديالها وعندهم شي افكار زوين الا هي لولدها ما شاء الله عليهم نمشي افكار قلت لهم نرجع عندكم نصور قالوا لي مرحبا وان شاء الله الرحمن الرحيم نرجع عندها دابا غادي نمشيو نكملوا ان شاء الله شوفوا شنو كاين في الطريق ها انتما يا صحاب ازروا النواحي والرباط وما جبرهما الكاليبتوس الكاليبتوس انا كنشوف هادشي كنتفكر البلاد بصح ها قال لي ادم قلتيني ايه راه الكاليبتوس واعره راه من هاد الشميته كنقول كندرتها ما بان لي والو وكنقول تخيل صافي تنريح ضربيه عاديه ولكن هاد الكاليبتوس كترد الروح هي مزيانه تطبخ تطبخ وديري هاد تغسلي بها رجلي شي ديال الفطريات سمعتي شامبينيون في طريقه اي ميكروب زوينه لهم هذا الكاليبتوس ولا عندهم الريحه عزكم الله في الرجلين كيطبخها كيديرها شوفوا انت والله الله 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 غادي نهجموا على هذا شو سميتها نهجموا ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش شو سميتها سيري سبقيتي ملي كتصور شوف دابا حنا راه هجمنا والهجم قال كيموت شرع دخلنا برجلينا عباد الله دخلنا برجلينا ماشي شي واحد دفعنا ولا شي واحد جرى علينا ولا شي حاجه بخاطرنا نمشي نشوفو قلت لي اختي فاطمه كاين واحد الشلال هنا واحد المنظر زوين نصورو من بعد نعاود نطلع الفوق الفوق بجوج بينا هي ما عرفاتش ولا ما عرفتش دير المغامره على الفوق نشوف شنو كاين طويشه شي حد ما حمدش دفعي بالجد والله الا كنا كنديرها في الصور كنمشيو شي بلاصه فيها بحال هادشي كنديرو زد على لا في الشريط في الحبل ولكن تما غير سميتو غير الارض كاين لوطا ماشي بحال هنا بهذا كنت ما كنشوفك تحتكم الحدوره والهنديه الا ما تحطيش فوق ربع تحدي امك فوق الشوك فهمتي هذيك مازال فيها الجد واحد الغار ها شوفي شوف واحد الغار هنا شنو شوف لقاو فيه الكنز اييه كيتسنى حنايا شي ديال الماء يمكن لا انا شي غادي تهرس يمكن الوقت كانوا كيسقيو ولا ما عرفتش حاجة الله اعلم ها انتما شوف على منظر ها السد ها هو السد واو شحال تبارك الله كانت هادشي كناشف ما شاء الله هاد الشيو ها شوف شوف صح الشتا طحت وتبارك الله ما شاء الله شوف ها الله شوف 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 الله ما عمرنا عرفت بان تبارك الله الخيرات كاينين هنايا الانسان يجي قصاش يقول لا هات سكويز اتاي تصنط العظام من داك الشرفيع الله
والله العظيم بزاف. ولكن كاين واحد الشلال كيلهيات، نمشيو نوريه لكم ونرجع. الحق مزال واحد الطريق صعيبه، ما غاديش نصور حتى نوصل تماك عاد نصور. ايه شوي سكت، تفكت تفكت على الطنز. شوف البطاطا تفون، شوف البطاطا تفضاي ها تما في السد، شد يا سبحان الله العظيم. سير نحنا الله يرحمه هذيك واحد الحاجه اللي عندي ايوا الى الى قرصتني هنا ونفختني شد شاشه تدرجلك. علاش ديري هذاك عندك تطلق لك لك شي شدي دابا انت ماشي شدك شاشه تدرجلك راه سمعان كنخوف الارض بحال شادين زعما. انا عاوتاني مصرين داروا لي فيلم تهزو. شوف شحال ديال الارتفاع، شوف انا ها نزيد لك قلبي هذه الدوره هذه، شوف الخويا هذه دوره الله اكبر. الله يخت على النور. شوف دابا شوف دابا شوف دابا التايدي كيباينه، شوف ها انتما قربها لكم دابا مزيان. شوف التليفون وقت فاطمه، شوف التليفون انتما ها الجزيره اخرى ها هي انت شتيها كتبانيه. شوف دابا شوف كاع كامل دابا مزيان ها ها هي مزيان طويله 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 حد هنا صافي شتوها سبحانك يا الله. دابا من العين مجرد كتبقى قريبه، ولكن فاش كتمشي الباطو ولا الطياره راه شوف شويه بعيده صراحه. المنظر 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 واعر ها انت ما شفت تبارك الله المنظر كي دايره كيحمق. انا جاني الصهد انا حيدت هادي امبيرميابل، ماشي الصهد راه كنت خصني غير الكيس الصراحه بعض واحد الكيس غادي تجي القضيه واعره. اه الكيس غير الكيس ما جبناش الكيس ونغطسو ما فشي قلت القضيه خاويه. وكاينين دوك دوك الحجوره محرشين باش تحكوا الناس الجلده مزيان. شوف انا المنظر كي دايره، شوف 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 غزال والله العظيم يلفن. انا فرحانه بصراحه لان اول مره كنشوف هذا المنظر كاين هنايا، واخا جيت مش هذه المسافه بعيده ولكن بصراحه جيت قد الجهه الاماميه وما عمري وصلت لهنايا. غزال 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 غزال. شوف هانتوما اللي بغى يجي مرحبا به، ما عليه غير يعمر شي ساكا دبا الماكله، ماشي الماكله ديال السقاطات، الماكله تعمركم الركابي تطيح لكم الركابي بصح هنايا. ولكن يستاهل المنظر يستاهل. شوي كبده غير شي شوي غير شي شوي، لا ماشي شي شوي راه شي شوي. يلا خليكم عاد نشوفوا الجهه الاخرى. شفت انا هاد الجهه شنو فيها، واحد الفوق غزاله وهنايا شوفوا هاد سير خرجي من الخلعه ملي كتقرب لهاد الحاشيات هادو شوفوها الخطر. شوفوا شوفوا هاد المنظر شحال غزال، حتى ديال اللي كيعمروا واش كيسقيو بها الجداد ديالهم هادي. صافي دابا نمشيو بحالتنا، واش غنمشيو متمريش الهيات اه واخا يلا. الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا. على هنديه زوينه قدامنا ها انت شوفوا كاين للاسف بعيده، كون كانت قريبه لن نزق لها ابدا. كبيره صغيره شنو مكتوب تماك؟ مكتوب تيامو 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 تن 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 احبك احبك. صافي هاد الجهه هادشي اللي فيها هنايا، هي عند الجهه كلها غدور باش طلعت على الخزان على السد. ها انتم ها لا فريسا، هاد السد سميتو سد لاس غارساس فريسا لا غارساس. شوف هاد الدويره ما شاء الله ها القفيق ما يجيو يهزونا، حنا هجبنا هنا وبس هنا حد هنا. صافي درنا الدرا للضيف صافي الصراحه ماشي تبارك الله ما شاء الله. ها عرفتي كنا قبلات الهيهات واش الشلال كان فواحد الجهه اخرى الهيهات اللي شي شويه خطيره. وهاد الجهه هادي ها هي هادي صافي. دابا غادي نرجعو منين جينا من الديبار، نرجعو نجينا من الديبار وغادي نعمر هذاك الجبل هذا وغنمشيو هذاك الجبل اللي هذاك الثاني نشوف موراه عاد نشوفو شنو كاين. واخيرا وصلنا للبلاصه اللي قدامكم الفوق في الجبل هيه، حتى هي كيبان منها السد. هنا داير واحد البركه مورانا شفتوها، هاد الاتجاه اللي خدنا لتحت البلاصه اللي جينا منها حنايا، وهاد المنطقه اللي الفوق اللي هنايا اللي مورانا هي ديال منطقه مويه. باش نوريلكم
هذه الاشارات. هاد المسالك دايرين هنايا، هاد الممرات دايرين هنا بالنسبه للناس اللي كيبغيو الرحلات. شتو هنايا سانتا كريستينا ديال مويا، وهي اللي جينا حنا منها هنايا، كارني دي اغوا، خزان ديال الماء. ها انتو شفتو المنظر غزال. دابا علاش الصراحه نقول لكم نلقاو شي شجره باش غادي ندرقو نجلسو فيها ونقصو ونرتاحو، ها كاينه شي شجره، هذا غادي نقراو شي نضرب فيها شي شجره وغادي نجلسو وكنظن هكا كنت ساكت معكم الفيديو ديال اليوم اللي الصراحه غزال واعر كريح. غتقعد تقول عليكم غادي تشدو شي دكيكه وتلقوا الموسيقى صامت تبقى تشوفوا هذا المنظر. هذا هكذا تكونوا خرجتوا تساليتوا معايا وانتوا في بلاصتكم. الى الملتقى ان شاء الله، ما تنساوش زير لايك تعليق سبسكرايب لي تشجيع باش تشوفوا شي مواضيع اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم انا غادي نعرق وانتوا تفرجوا مع راسكم. نحبكم في الله، السلام عليكم.